حالة النهاردة هي حالة جت لسنتر حواء كلينك، كانت بتشتكي من ان اتعمل لها بيزك سكان، والبيزك سكان طلع ان في شكل مختلف في الجنين الدكاترة مش قادرين يحددوه كويس. فاحنا زي ما احنا شايفين الفيديو اللي شغال قدامنا دوت، ده البيبي بعد ما انا عملت له سكان ان دبث او صور بعمق، لقينا ان في رئة كاملة مش موجودة في البيبي اللي هي لونها اسود، وفي نفس الوقت القلب متزاح على منطقة ناحية المنطقة الشمال اكتر، وفي نفس الوقت كمان ان المية اللي حوالين البيبي زي ما احنا شايفين حوالين الامعاء وحوالين المثانة، والبيبي ده كل المية اللي موجودة فيه ديت دليل على شيء واحد بس، دليل على ان البيبي ده يا اما عنده فيروس، والفيروس ده هو اللي خلى فيه استسقاء في البطن، والاستسقاء دوت طلع على الرئة زي ما احنا شايفين في صورة الفيديو اللي نازلة قدامكم. فبيبقى قدامنا احتمال من الاثنين، يا اما ان البيبي دوت، خصوصا كمان ان البيبي كان فيه مشكلة في المخ، في بعض الصور ليه اللي احنا خدناها للمخ كان فيه مية موجودة على المخ واللي بنسميها حالة هيدروكافلس، وكانت ايزوليتد او كانت على جنب واحد. فدائما البيبيهات اللي لما بنلاقيهم بهذا المستوى بنبقى حابين ان احنا نعمل تحليلات لتشوهات الاجنة، وهي اوريدي ما كانتش عاملة دوت لانها كانت جاية من دولة عربية، وما كانش لسه يعني في الدكتور بتاعها انتبه للنقطة ديت. فاحنا جينا خدنا لها تحليل لتشوهات الاجنة، وفي نفس الوقت بدأنا ان احنا نعمل مقارنات، وبدأنا ان قدامنا نمشي في طريقين، يا اما ان الجنين دوت جنين زينا سليم جدا ومعافى وبيحتوي على مجموعة عيوب خلقية في القلب زي ثقوب في القلب وزي مية على الرئة ومية على المخ، ولكنه بيبي عادي جدا من الممكن ان احنا ندي يعني نديله فرصة ان هو يجي للحياة، ونبدأ ان احنا نتعامل معاه او ندي حاجات بتقلل الانفكشن دوت او بتقلل الالتهاب اللي موجود ده. فكنا عايزين نتأكد الاول ان في التهاب ولا لا. على الناحية المقابلة كنا عايزين نتأكد هل البيبي ده عنده عيوب خلقية او عنده بله مغولي ولا لا، يعني هو عنده تشوه كروموزومي اصلا ولا لا. دايما احنا عارفين ان البيبيهات اللي عندها تشوه او بله مغولي او اللي بنسميهم المونجولز بيبقى سمك القفا بتاعه تخين قوي، وفي نفس الوقت بتبقى المناخير العظمه بتاعتها مش موجوده او بتبقى قصيره شويه. لذلك بناخد البروفايل فيو زي ما احنا شايفين كده وبنقيس عظمه المناخير دي. طول ما العظمه دي موجوده ده بيدينا انديكيشن الى حد ما ان البيبي دوت ما عندوش داون سندروم بنسبه كبيره، ولو سمك القفا بتاعه مظبوط برضو او يعني في واقع ما بين النورمال رينجز اللي موجوده عندنا بنبقى مطمنين اكتر. عشان نبقى مطمنين على الناحيه القصوى بنعمل الاجراء اللي احنا قلنا عليه اللي هو الامنيوسينتيسيز او سحب عينه من السائل الامنيوسي، بروسيجر بسيط جدا مع الايد المدربه، لكن بتبقى دايما بتواجهنا نسبه الصعوبه زي في الحاله اللي احنا شايفينها قدامنا ديت. الحاله اللي احنا شايفينها قدامنا دي كانت المشكله الكبرى ان البلاسنتا او المشيمه في الجزء الامامي، يعني هي اول حاجه موجوده البيبي نايم تحتيها، فطبعا لما بنيجي ندخل الابره بتاعتنا زي ما احنا شايفين الفيديو هنا بنبقى طبعا دي الشرايين بتاعت البيبي اللي هي بتنور قدامنا ديت بنسميها دابلر، بنبقى خايفين قوي ان احنا نخش بالابره من هنا او من هنا عشان ما نخرمش المشيمه، فبنضطر ان احنا ناخد مدخل معين عشان نسحب فيها العينه ديت. طبعا في الحاله ديت اللي احنا شايفينها الدخول هنا بيبقى صعب جدا نتيجه ان المشيمه بتبقى في الجزء الاعلى، وبنضطر ان احنا نحاول ندور على مدخل مهم جدا للابره عشان نقدر نخش في ميه ما نخشش في اي حاجه من لحم او جسم البيبي، وناخد عينه من السائل المحيط بيه. بنبعت السائل دوت للمعمل وبترجع لنا النتائج في حوالي اسبوعين. بنحاول دلوقتي او التكنولوجيا الحديثه دلوقتي بتحاول انها تبقى في اقل من كده، لان بندور على بروتينات معينه. السائل اللي حوالين البيبي ده اللي لازم كل الستات يعرفوا عنه ان ده عباره عن التبول بتاع البيبي، البيبي بيتبول وبيبلع البول بتاعه. لذلك احنا لازم ان احنا نبص على السائل ده وبناخد منه، بتبقى فيه حاجات او خلايا موجوده في عايمه في هذا السائل طالعه من جلد البيبي، بنقدر نوديها معمل الوراثه، ومعمل الوراثه بيبص على ان هل الجنين ده من النوع اللي عنده بله مغولي او عنده تشوهات كروموسوميه ولا لا. الميه اللي حوالين البيبي برضو بناخد بنشوف فيها نسبه الصفره قد ايه. احيانا بنحتاج الاجراء ده عشان في حالات الولاده المبكره في بعض الاجنه اللي ما بيكونش عندهم الرئه اتكونت.
ومجرد ما بناخد العينة زي ما احنا شفنا في الفيديو بنودي العينة للمعمل عشان نعمل تحليل الكروموسومات ونتأكد هل الجنين دوت في اي بله مغولي او في تشوهات كروموسومية او طفرات جينية ولا مجرد ان جاله التهاب وقت الحمل نتيجة لمجموعة من الفيروسز او البكتيريا اللي ممكن تهاجم الجنين وقت الحمل. في الحالة بتاعتنا اكتشفنا ان الجنين ده جاله استسقاء في المخ واستسقى في الرئة والبطن نتيجة لأن كان في فيروس مش نتيجة تشوهات خلقية في الجنين. هل دي معلومة بتفيد؟ بتفيد طبعا جدا، ونقدر ان احنا بنبني عليها في المراحل الجاية في الحمل لما الست تفكر انها تحمل مرة اخرى. طب احنا دلوقتي يا دكتور عرفنا ان البيبي حرام عنده رئة مش موجودة، عنده مية في الرئة وعنده مية في دماغه وعنده مية على معدته اللي هي اسمها الاستسقاء، وعنده كمان حرام عيوب خلقية في القلب، الله يكون في عون مامته طبعا. انا عايز اعرف بس هو اسباب كل ده انه يحصل لجنين بيبقى ايه؟ هل هو تشوهات خلقية زي العته المغولي مثلا، البله المغولي، ولا ان هي فيروس مثلا جه للام؟ وعايز اعرف كمان نسبة ان بيبي زي ده يتولد او يموت بعد الشر لا قدر الله، يعني هتبقى كام لكام؟ دايما بتبقى الست واقعة في معضلة او في رأي او رأي اخر. في رأي بيقول انها تتخلص من الجنين، وفي رأي اخر بيقول انها تحتفظ بالجنين. ومن خبرتي اللي انا شفتها مع العيانين، معظم الميدل ايسترن او معظم العيانين الموجودين في الشرق الاوسط دايما بيحبوا ان هم يحتفظوا بالجنين لاسباب دينية، سواء هم مسيحيين او مسلمين او حتى يهود. ولكن الفكرة كلها ان احنا دايما بنحاول في مركز حواء ان احنا ندي المعلومة. يعني مهم جدا ان الست تبقى عارفة انها حامل في بيبي مشوه او حامل في بيبي عنده بله مغولي، والقرار في الاخر ليها، هي تختار انها تكمل انه يكمل معاها او تختار انها تنزله في وقت تكوين ان عدم تكوين روح، في حين انها بتاخد فتوى من الازهر بذلك. وده ميزة الطب بتاع الجنين او المرحلة اللي احنا بنتكلم فيها، ان احنا بنشخص العيوب دي early جدا، very early in pregnancy، او في 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 اوقات مبكرة جدا من الحمل. ويعني في اول 12 اسبوع، يعني في 3 شهور الاولى تقدر تاخد قرار ساعتها انها لو حابة ان البيبي دوت يكمل معاها، ممكن يكون البيبي ده في بله مغولي او يكون البيبي دوت في تشوهات خلقية. في الوقت ده بتضطر انها تحجز مع دكاترة على مستوى عالي جدا في جراحة القلب، امثال ده دكتور فيرجولا ودكتور مجدي يعقوب، بحيث ان لو في ثقوب في القلب او في مشاكل في القلب ان البيبي دوت بيعملها بدري او لما بيتولد، وفي تيم مخصص لازم نجهزه من النيوناتولوجيست او الاطفال المبتسرين او دكاتره الاطفال المبتسرين عشان خاطر يقوموا بعنايه فائقه للبيبي اللي عنده تشوهات دوت، لان ده مش زي اي بيبي عادي. ولو بيبي عنده بله مغولي تبقى عارفه ان عندها دوت واخده القرار ده. بس المفروض الست تبقى فاهمه كويس قوي ايه اللي في البطن بتاعها او في الرحم بتاعها، والزوج كمان يبقى فاهم وشايف بعينيه بالرؤيه، يكون شايف كل حاجة، قادر توريله ان هل البيبي دوت قلبه فيه مشكلة ولا لأ، هل فيه شفة أرنبية ولا لأ، هل البيبي عنده عينتين ولا لأ. كل المعالم بتاعت البيبي لازم الزوج والزوجة يشوفوها، لان مهنتنا ما بقتش زي الاول. مهنتنا بقى فيها تكنولوجيا عالية جدا، بنعمل فيها اجراءات كتيرة جدا، بنعمل فيها جراحات للأجنة، بنعمل فيها عينة من السائل اللي حوالين البيبي، واحيانا من المشيمة بتاعت البيبي. احنا ما بنقولش ان احنا طب الجنين لمجرد ان احنا نقول ان في بيبي مشوه بننزله، بالعكس احنا بنبذل جميع الطرق الممكنه ان احنا نحافظ عليه ونديله علاجات، وفي نفس الوقت احيانا بنعمل له نقل دم جوه بطن امه، واحيانا بنعمل له عمليات جوه بطن امه لمجرد ان احنا نحافظ عليه. اما لو الست خدت القرار السهل وانها تتخلى عنه، هذا بيكون قرارها بناء على قرار ديني هي بتاخده من الازهر. لذلك انا بدعو كل ام انها ما تقلقش، تكون مطمنه، واحنا نتشرف انها تدينا زيارة في حواء كلينك بمجرد لما تكون بتفكر انها تحمل، عشان احنا بقينا بندي علاجات من قبل ما الست تفكر تحمل، من اول لما يكونوا نيو كابلز او لسه متجوزين جداد، او حتى وهي عندها مشكلة في حملها، او حتى جاية للسنتر عن طريق مجموعة من الدكاترة المحترمين اللي بيؤمنوا بطب الجنين وبيبعتوا لنا الكثير من الحالات اللي احنا بنديهم فيها رأي اخر، لان الطب فيه الرأي والرأي الاخر. مشكرة. لا، احب اقول بس للستات ان هم ما يقلقوش، لان طبيعي ممكن يحصل مغص بسيط بعد العمليه، تقلصات في الرحم تبقى هو ده السبب، تتراوح ما بين دقائق لساعات يعني حسب. برضو طبيعي هي ممكن يبقى في دم بسيط او افرازات تنزل من المهبل،
ده برضو بالنسبة لنا كله طبيعي. لكن نادرا ما ممكن بيحصل التهابات، التهابات ممكن تؤدي إلى إجهاض بنسبة تقريبا 0.5%، يعني ما هي مقبولة يعني. فإحنا بندي أدوية خافضة للحرارة، بندي مضادات حيوية، بندي حاجات مثبتة للحمل عشان يعني نتخطى الخطورة دي. لكن في نفس الوقت برضو لازم عشان الأسباب دي كلها لازم إن إحنا ما نعملش العملية دي غير لو فوائدها هتبقى أعلى بكتير من المخاطر اللي إحنا هنتعرض لها. طبعا لو المريضة حصل مضاعفات أكبر من كده لازم إن هي ترجع للطبيب أو للطوارئ، زي مثلا الحرارة عليت قوي، المغص جامد جدا، النزيف زيادة، الإفرازات المهبلية أكتر من اللي إحنا متفقين عليه، لازم ترجع على طول للطبيب علشان نشوف المشكلة فين ونقدر نحلها. أحب أقول لأي ست خايفة من تشوهات الأجنة تشرفنا، نعملها كل سكانز كل التحاليل، هتعمل لنا كشف مبكر عن تشوهات الأجنة، وبالتالي هندي فرصة أفضل لحياة البيبي.